حافظ الجبار؟ والله جبار يحافظ له يعني. ايش حافظ له؟ جبار خذني يمك، احبك كلك، صوتك، قصيدته هاي اللي شارك رحنا بيها بالفيحاء، انا يعني غنيتها له بلقاء بالفيحاء. مال خلك ما صرت لو ما خليل يصير، وصرت خل برضاتك جي صرت خلك. علمتك علي من الألف للياء، تغلط بالإجابة وأنا عدلك. حردت الخاطرك بالروح حرف القاع، بوسات وورد كل خلقي يشتلك. شمعة انت بحياتي وعمري ظلمت ليل، شعلت روح وخبت ما شعلك اشعلك. دلين عليك سنين تايه بيك، ومشواي دورك خاطر اندلك. ولا آخر القصيدة أني. تمام. بصراحة أكو أشخاص جبار وصلها وسواها، وبعد وفاة جبار ما شاهدت هاي الأشخاص. إيه طبعاً، هو كل جيل صاحب فضل على الجيل اللي بعده، هاي قاعدة ثابتة. هذا كنت تقول لي هذا مو بيت مزار، كلها تجي وتقعد هنا تتعلم وتروح. هذا النجف هسه من تروح دام ما يروحون يقول القبر ماله، وبدليل حتى الصبغ الشلع يعني من كثرة المي الناس تجي. تجي كل ما تروح والدتي تلقى المكانك وناس جاية، مزار صاير جبار. جبار رشيد. من البصر من البصر. أنا في اليوم هاي هاي لازم تفرحي لها يمه. أنا مو تبكين. موقف تفرحي لها هذه. إنه هاي الناس إنه هاي الناس تحب ابنك. يعني صح لو غلط، اكو ناس تروح تقولون الله وياها. اي والله اي هم زين خلصنا منه. صح. بس اكو ناس هو مصطفى سعدون، علي هادي، سمير صبيح الله يرحمهم، عادل محسن، كثير من الاشخاص النجوم هاي راحت بالذات بالاونه الاخيره، الشعب كله يحبها، الناس كلها تحبها، ماكو واحد راح وواحد عال ورا قال اي خلصنا منه هذا كان هي. فهذا لازم يفرحك، لازم انت تفتخرين بيه. اليوم هاي رحت هسه هاي الاخيره، أربعة دولة من أهل النجف، قال خالة ترى جبار مو بس أنتم فقدتوه، باعي إحنا فقدناك. مو صحيح.